على بركة الله، ما ستسمعه في هذه الحلقة قد يبدو غريب وغريب جدا، وقد يبدو في البداية أن الإنسان اللي بيتكلم ممكن يكون إنسان مخرف أو غير مطلع على علم النباتات بشكل عام أو أي علوم أخرى. يعني ممكن هذا الكلام بيبان أنه هو كلام أقرب إلى الهلاوس. سوف أحدثك وأعطيك معلومات غريبة وغريبة جدا عن الأعشاب الطبية البحرية هنا الموجودة، سواء كان في البحار أو في المحيطات. الأعشاب، بالنسبة للأعشاب البحرية هذه تستخدم سواء كان في علاج الجسد أو في علاج الأمراض الجسدية، سواء كان بعض أمراض الصرع أو بعض أمراض اللي هي الطرش أو بعض أمراض اللي هي الأورام الخبيثة أو غيرها، أو اللي هو الأمراض الروحية سواء كانت مس أو سحر أو عين. طبعا الأعشاب البحرية قليل للغاية الآن، أغلب العشابين لو أتكلم أنا شخصيا لو بتسألني فأكثر من 99% تقريبا من العشابين لا يعرفوا عن اللي هو التداوي بالنباتات البحرية تحديدا أو اللي في المحيطات نهائيا. أغلب اللي بيعرفوه هي الأعشاب اللي بتنبت اللي هي سواء كان في البرية أو بتنبت المعروفة العادية، هذه الأدوات والأشياء العادية اللي عند العطار. هي مشكلة عارف لماذا الأعشاب، وهذه يعني مغزى حلقة اليوم، لماذا الأعشاب البحرية تحديدا قليل النادر جدا 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 الناس اللي هي بتجدها بتعالج بالنباتات اللي هي البحرية الطبية البحرية؟ لأن كما أخبرت في الفترة السابقة اللي هي عن اللي هي عشبة العجوز اللي هي بتنبت في أماكن بتكون فيها، هي بتكون المياه جميعا نعرف أن مياه البحر أو المحيطات اللي هي مالحة ومالحة للغاية، لكن فيها أماكن معينة تجد فيها مياه عذبة داخل البحر ما بيعرفهاش إلا الصيادة أو الناس اللي هي الخبرة القدماء اللي هي بتدخل إلى أعالي البحار والمحيطات، يعني في الأعماق، ما هيش يعني الناس اللي بتصطاد بشكل عادي أو لديها فلائك أو لديها ما تعرف اللي هي اليخت العادي، هذا لا، نحكو على أعالي البحار والمحيطات. هذا النوع من الأعشاب فيه شيء غريب جدا، فيه شيء يسمى الهداية أو البركة كما بيعرف عند بعض اللي هي العارفين. الأعشاب هذه حتى الله سبحانه وتعالى طبعا ذكر الذي خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأعشاب هذه فيها هداية ربانية، مثل فيها مثل الإدراك، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا أن الأعشاب الطبية أو النباتات كل يسبحون ولكن لا تدركون تسبيحهم، جميعهم لديهم اللي هي إدراك، حتى السماوات والأرض. فقال لهم الله سبحانه وتعالى أثناء اللي هي خلق الكون، فأتي كرها أو طنعا أو طوعا، فأتي طوعا، فاللي هي نوع من الإدراك أو نوع من الهداية أو نوع من الإحساس، يعني بتحس بصفة عامة. هنا خلاصة الموضوع اللي أريد أني أتكلم عليه أو المعلومة، يعني اللي قد تبدو أنا علاش طولت في هذه المقدمات، لأن المعلومة مش راح تكون يعني سهلة التصديق. الأعشاب أو النباتات الطبية يوجد فيه عدة نباتات طبية بتعالج كثير جدا 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 من الأمراض وأي مرض في العالم سواء كان روحي أو جسدي، ولكن هذه ما تستطيعش أنك تعطي الأسماء الخاصة بها، الأسماء الخاصة بها وهذه مجربة منذ القدم، موجودة حتى في كتب اللي هي التداوي بالنباتات الطبيعية القديمة، بتجد أن النباتات البحرية، وهذه جربت، وأحكي لكم قصة أنا حدثت في المنطقة اللي أنا موجود فيها. النباتات البحرية الطبية يوجد لها شيء، إذا أنت أفشيت الاسم الخاص بها وأفشيت لماذا هي بتعالج فبتفقد اللي هي بركتها، فبالتالي ما بتصيرش من جديد أن هي تعالج مثل ذلك المرض من جديد، فهي الله سبحانه وتعالى بيهبها لمن يشاء أو بيعطاها كعلم، يعني بيأتيك مثل الشيء في المنام بيخبرك أن هذه العشبة وبيعطيك شكلها وبيعطيك أين بتوجد وانك انت تبيعها بسعر زهيد، واحيانا بتعطى حتى بشكل مجاني، اما اذا افشيت السر الخاص بها خلاص. احكي لكم قصه حدثت في المنطقه الخاصه بي، هي في سنه 2007، كان يوجد فيه شخص اللي هو يعني لديه يخت وبيدخل الى البحر، فبيحلم لمده اللي هي اسبوع متواصل كل يوم بيحلم ان بياتيه شخص بيخبره ان هذيك العشبه وبينزل بيصطاد، بيشوف هذه العشبة رغم ما بيعرفش ما هي، فبيأتيه بيخبر أن أعطيها هذه العشبة للناس لأنها تعالج اللي هي الأورام الموجودة في الدماغ. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السابع، ففي عاشر يوم وجد شخص يتكلم معه فأخي بيعاني من ورم في الدماغ إلى غير ذلك، فقال سوف آتي بتلك العشبة وسوف أعملها بالطريقة اللي ذكرها لي اللي هو الشيخ الجليل اللي أتاه في المنام وأعطاه اللي هي العشبة، شفأت الحالة الأولى.
فاصبح كلما سمع بشخص بيعطيه اللي هو العشبه هذه، بيشف واحد اثنين ثلاثه تك تك تك، فصارت فيه مثل البلبله او مثل الربكه. والشخص قال له في المنام انك انت ما تذكرش اسم هذه العشبه انما اعطيها للناس. فلما مسكوه اللي هي البوليس او الشرطه، فقاموا اللي هي بالتحقيق معه وقاموا بعمل يعني مشاكل وسجنه، فاخبرهم باسم هذه العشبه وان حدث واحد اثنين ثلاثه. فلما اتوا بها من جديد اصبحت بالتدريج بالتدريج الى ان فقدت، يعني خلال يعني منذ ان اتوا بها لم تاتي باي نتيجه يعني فعليه مثل ما كانت بتعطى لما كان هو بيعطيها لوجه الله. فما بتعرفش هذه هل هي الله سبحانه وتعالى، التفسير انا ما نعرفش، ولكن كل اللي مجرب بالتجربه ان الاعشاب البحريه او التداوي بالنباتات الطبيه، ان عليك اما انك انت الله يلهمك في كتاب تجد فيه اللي هو اسم النبته وشكلها واين بتوجد وكيف ممكن انت بتعثر عليها، وبيسر لك الله انك انت تعثر على تلك النبته وبتعطاها هكذا او بتعطاها بسعر اللي هو رمزي، او انك انت ياتيك مثل الهاتف او مثل المنام او مثل الحلم. وجميعا بنعرف اللي هو دلالة المنامات في حتى في القرآن الكريم يعني. وعلى فكرة المنامات هذه أحيانا ما هيوش من الضرورة أن هي تأتي لشخص يكون متوفرة فيه اللي هي هذيك الناس اللي ما بتعرفهاش، أن لا يجب أنه هو يكون شخص مثلا لديه تقرب كبير من الله أو أنه هو لا، هذه ممكن تأتي حتى للإنسان العادي، بل ممكن تأتي حتى للإنسان الكافر. هذا حتى اذا قرات اللي هو كتب الايروفيدا بيتكلموا عن نفس هذه النبته الطبيه، انك انت ما تذكرش الاسم الخاص بها حتى الشخص الكافر. لماذا؟ لان الفرعون الكافر في قصه سيدنا يوسف هو كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى اتاه في المنام اللي هي سبع بقرات سمان واخر سبع اللي هي القصه الكامله يعني في اللي هي مستقبل بصر تنبأ به وهو كافر. فالله ممكن بيعطيه اشارات يعني للشخص هذا بغض النظر عن مدى التقوى الخاصة به. المهم كان هذا هو الموضوع. أنا لذلك في بعض الناس اللي بتسألني على العشبة الدرس العجوز أو غيرها، فأنا لماذا هم الناس بيعطوك اسم هو ما بيكونش الاسم الحقيقي الخاص بها، إنما بيتعارف عليه بعد ذلك تحت اسم مثلا اللي هي ليس الدرس العجوز، اللي هي عشبة اللي هي العجوز هذه اللي أخبرتكم بتنبت في البحر. هذه الاسم الحقيقي اللي هو خاص بها ما هوش هي عشبة العجوز، ولكن تعارف عليها بين البحارة وبين الناس لكي لا يذكروا اسم الحقيقي الخاص بها لكي لا تروح بركتها. كان هذا هو الموضوع. إذا حبيت تصدق هذه الفكرة صدق، إذا ما حبيتش يمكن الرجوع إما الكتب العربية القديمة الخاصة بالنباتات الطبية راح تجد فيها هذا الكلام، إذا أتيت إلى الكتب الصينية راح تجد فيها هذا الكلام، إذا أتيت إلى الكتب الهندية راح تجد فيها الناس مختصة يعني في الأعشاب، أيضا بعض اللي هي الكتب القديمة الغاية اللي في الحضارة اللي هي وبعض الرسومات يعني اللي معروفة في الحضارة السومرية راح تجد فيها نفس هذا الكلام بالتحديد. السلام عليكم.